بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم زميلكم من تيم اور كورس، هنشرح ان شاء الله النهارده المحاضرة السابعة بعنوان اسيد بيز بالانس. تمام. قبل ما نبدأ عايزين نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وندعي اهلنا في غزة ربنا ينصرهم يا رب. اول حاجة بإذن الله ان شاء الله بادئين بالاسيد بيز بالانس. ايه هو الاسيد بيز بالانس؟ التوازن في الجسم ما بين القاعدة والحمض. طيب ودي بس يا دكتور اللي هناخده النهارده، هناخد حاجة تانية اللي هو لو حصل اي اختلال في الموضوع، اختلال ازاي يعني اسيدوزس او الكالوزس، هنشوفهم بيحصلوا ازاي. تمام. قبل ما نبدأ ان شاء الله، احنا كاتبين اول جزء في المحاضره دي بشكل بسيط شويه، فهنكرههم ان شاء الله. اول حاجه خالص بادئين بها ان شاء الله، اول حاجه الاسيد. ماشي، اول حاجه الاسيد ماله؟ الاسيد ده عباره عن نوعين، لا اما فولاتيل اسيد، لا اما فيكسد اسيد. يعني فولاتيل اسيد ويعني فيكسد اسيد. فولاتيل اسيد يعني متطاير، يعني متطاير يعني اللي بيتحكم فيه هو اللنج، يعني اللنج هتعمل ريسبيراتوري هتطلعه في التنفس بالظبط كده. دي الفولاتيل اسيد بيتحكم فيه اللنج وبيطلعه في الريسبيريشن. طيب الفيكسد اسيد، لا الفيكسد دي ناتج من الميتابوليزم بتاع ايه؟ الميتابوليزم مثلا بتاع اللاكتيك اسيد، الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات في حاله انيروبيك. ماشي، او الدهون طلع لي كيتو اسيد، او البروتين طلع لي بروتينيك اسيد. تاني كده يبقى عندنا نوع من انواع الحماض. الحماض لما تكون فولاتيل لما تكون فيكسد. فولاتيل يعني متطايره. متطايره يعني يعني بتطلع منين؟ بتطلع من الرئه. زي مين؟ زي الاتش 2 سي او 3. الاتش 2 سي او 3 ده يا دكتور بيتفكك بسرعه. ماشي، بيدينا سي او 2، ماشي، بيدينا سي او 2 وبيدينا ايه؟ بيدينا ميه. تمام. فلما بيدينا سي او 2 وبيدينا ميه، فلما جينا نقيسه ما بنعرفش نقيسه لانه بيتفكك بسرعه، فاحنا بنعوض عنه بالنيابه عنه اللي هو السي او 2. فلما نقول لك فولاتيل اسيد الاتش 2 سي او 3 او السي او 2. تمام. طب الفيكسد اسيد اللي هم بيطلعوا عن طريق مين؟ بيطلعوا عن طريق الميتابوليزم. الميتابوليزم بتاع ايه؟ الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات في حاله الانيروبيك. الميتابوليزم بتاع الفات اللي هو الكيتو اسيد في حاله مين؟ في حاله الدايابيتس ميليتس. مش معنى دايابيتس ميليتس، لان دايابيتس ميليتس هو مش عارف مين ومش عارف يحرق مين الجلوكوز، فبالتالي يلجأ لمين؟ يلجأ للفات، فبالتالي يتراكم عنده الكيتو اسيد. تمام. او نحرق البروتين اللي اسمها بروتونيتك اسيد. تمام. طيب افرض اي نوع من انواع الاسيد يتراكم في الجسم. طيب الجسم الكليه تتعامل معاه ازاي؟ قال لك الكليه تتعامل معاه بثلاث حاجات. تمام. اول حاجه اسمها ريبيد ميكانيزم. تاني حاجه انترميديت ميكانيزم. تالت حاجه ستو ميكانيزم. يعني ايه برضو؟ اول حاجه ريبيد ميكانيزم الهدف منه هو سريع، بياخد كام؟ بياخد دقائق بس، بياخد دقائق. طب هو بيعتمد على مين؟ بيعتمد على حاجه اسمها البفر سيستم. البفر سيستم ده موجود فين؟ موجود في البلاط. هو ايه البفر سيستم عشان نفهم برضو اللي مكتوبه في الداتا؟ البفر سيستم ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ماده ربنا خلقها. الماده ده هي دي. ماشي، هنقول عليها دلوقتي، هي ماده ربنا خلقها. الماده دي فيها جزء بيز وجزء اسيد، بحيث لو الاسيديتي بتاعت الاسيديتي زادت في الجسم يتعامل معاها بجزء البيز. ماشي، ولو البيز بتاعتها لو الجسم حصل في الكالوزس بتتفاعل معاه بين تتفاعل معاه بالاسيد. تمام. طب ايه هي المواد دياتي؟ المواد دي هم كذا ماده، البايكربونات والفوسفات والبلازما بروتين. ماشي، احنا ناخد مين؟ احنا اللي موجود في الداتا هي البايكربونات. فالبايكربونات هي البفر سيستم بتاعت الجسم. تمام. تتفاعل بجزء البيز مع الاسيد. يفرض الجسم مثلا اسيديتي زادت فيه، تروح هي تتفاعل معاه وتحدي من الاسيديتي. طب اتفاعل معاه ازاي؟ هتفاعل معاه بجزء البيز. تمام. اشهر مثال، في مثال على البفر سيستم هو مش موجود في الداتا بس احنا نقول المثال مين؟ عندي حمض اللاكتيك. ماله حمض اللاكتيك؟ حمض اللاكتيك دي من اقوى الاحماض اللي موجوده في الجسم. تمام، حمض قوي خالص. تمام. والحمض ده دايما بيتكون في الجسم بسبب ايه؟ لان روبوت ميتابوليزم. تمام. لو زاد كتير هيعمل مشاكل كبيره خالص. تمام. فبالتالي مين اللي بيتفاعل معاه؟ قال لك ربنا خلق له مين؟ ربنا خلق له البفر سيستم اللي هي البايكربونات. تروح تتفاعل معاه فادينا حمض ادينا مين؟ حمض الكربونات. حمض الكربونات ده حمض ضعيف ولا مش هيأثر في البيتش ولا يعمل اي مشاكل في الجسم. يبقى انا كان عندي حمض قوي اسمه حمض اللاكتيك، فعلته مع البايكربونات ادينا حمض الكربونات. دي مين اللي عمل الوظيفه دي؟ مين اللي عملها؟ البفر سيستم. طب الهدف من الريبيت ميكانيزم او البفر سيستم ايه؟ الهدف منه تخفيف الحامضيه في اقل وقت ممكن. يبقى تخفيف الحامضيه في اقل وقت ممكن. طب هل هو الشغل بتاعها تدينا شغل افكت؟ لا، هي افكت بس هل الشغل بتاعها بيدينا شغل الماكس والشغل الممتاز؟ لا ده بالتالي احنا هنبدا نلجا لحاجات ثانيه، بس هي مجرد بس شغل هيخفف الحامضيه مؤقتا حاجات بسيطه، اما نبدا نلجا لحاجات بعدها. طب ايه الحاجات اللي الجسم هيلجا بعدها على طول؟ اول حاجه بعد كده الجسم هيلجا لمين؟ هيلجا لللونج، للرئه. طب اللنج اتعامل مع مين؟ قال لك اللنج مش هتعامل غير مع الفولاتيل اسيد، ملهاش دعوه بالفيكس اسيد. اللي هم مين؟ اللي هم السي او 2 اللي هو بالنيابه عن مين؟ عن اتش 2 سي او 3 اللي هو بيتفكك بسرعه. صح. طب اللنج هتعامل معاه ازاي؟ هتعامل معاه عن طريق حاجتين، يا اما هايبو فنتيليشن يا اما هايبر فنتيليشن. طب يعني هايبر فنتيليشن يعني هايبو فنتيليشن؟ هايبر فنتيليشن يعني تنفس سريع. اسالك سؤال، لما تتنفس بسرعه كميه السي او 2 هتبقى موجوده في الجسم كبيره ولا صغيره؟ تتنفس بسرعه يعني انت بتطلع اللي عندك اسرع، فبالتالي هتطلع كميه سي او 2 اكبر. صح. طب لو انت بتعمل لو بتطلع كمية CO2 اكبر. تمام.
طب الهايبو فنتيليشن، الهايبو السهم دي معناها التركيز مش معناها بيطلع بره، دي معناها التركيز. تمام تمام. طب الهايبو فنتيليشن، هايبو فنتيليشن يعني تنفس ببطء. تمام تنفس ببطء، يبقى انت هتطلع، يبقى انت هتطلع ثاني اكسيد الكربون شويه اكتر ولا قليلين؟ هتطلع طبعا هتطلع، هتطلع شويه مين، شويه قليلين، لانك بتعمل هايبو فنتيليشن. فتركيزه اللي هو سهم، وتركيزه هيزيد ولا لا؟ تركيزه هيزيد جوه الجسم. تمام تمام. طيب افتكر دايما ان السي او 2 اصلا، عشان ما ننساش، عشان يتكرر كتير خالص، افتكر دايما ان السي او 2 الجسم عايز يخلص منه، فالجسم افضل حاجه يعملها يعمل هايبر فنتيليشن. فاول ما الجسم يعمل هايبر فنتيليشن يعني كده بتخلص منه، بتروده بره. فلما يتروده بره تركيزه يقل جوه الجسم. تمام. فالاسيديتي بتاعت الجسم تقل. تمام. يبقى الهايبر فنتيليشن بتزود الاسيديتي ولا بتقلل الاسيديتي؟ هايبر فنتيليشن بتقلل الاسيديتي. طب الهايبو فنتيليشن، طب الهايبو فنتيليشن، هايبو فنتيليشن بتزود الاسيديتي. تمام تمام. طب خلاص افرض اللنج يا دكتور، ما اللنج بتتعامل مع مثلا ميه كرب مثلا، متقلل تلتين الحموضيه، بس لسه في جزء كمان من الحموضيه ما قلش. الجزء دي مين اللي بتتولى امره؟ الكليه، اللي هو ميدول بقى بتاعنا. مين الكدني؟ الكدني هتتعامل مع مين؟ مع الجزء اللي فاضل. طيب الكدني هتتعامل مع ازاي؟ الكدني في ايدها سلاحين، هو سلاح واحد، سلاحين، سلاحين دول هتعمل معاهم ايه؟ يا اما الهيدروجين هتطلعه، يا اما الهيدروجين هتطلعه وتمتص ال HCO3. تمام تمام. يعني مثلا في حاله اسيد هتعمل ايه؟ في حاله اسيد هتطلع الهيدروجين وتمتص HCO3. طب في حاله الكلاين، في حاله الكلاين هتمتص الهيدروجين وتوقف المين، وتوقف ال HCO3. تمام تمام. يبقى هي الكدني في حاله مين؟ في حاله الميكانيزم بتاعنا ان هو الكدني هيتعامل معاه، هيتعامل على حسب الموضوع، هل هي الكالوزس ولا اسيدوز، وتفاعل معاه على هيدروجين او HCO3. تمام تمام. الحصان ده هنقوله ان شاء الله في الاخر. طيب طب تعالى نشوف بقى ازاي الكدني بتعمل سكريشن و HCO3. طبعا احنا خدناها بقى لنا كذا محاضره بناخدهم اصلا، وان شاء الله بس هنكررهم بس على السريع كتذكره بس. اول حاجه خالص اللي هو الهيدروجين، مش الهيدروجين عشان الدكتور بس ذكر في جزء ايه مذكوره في الداتا عشان احنا فاكرين فاهمينها بس. الهيدروجين بيتفاعل مع CO2 بيدينا مين؟ بيدينا HCO3. دي بالنسبه للسكريشن بتاع الهيدروجين. صح صح. HCO3 بيتفكك الى هيدروجين HCO3. الهيدروجين بيطلع مع الصوديوم عن طريق كاونتر ترانسبورت، يطلع بره. تمام تمام. طب ال HCO3 هيخش جوه البلازما، هيخش جوه البلازما. تمام تمام. مع مين؟ مع الصوديوم. عشان مين؟ عشان يعملوا الكلاين جوه مين؟ جوه البلازما. تمام تمام. دي بالنسبه للهيدروجين. طيب دي بس بالنسبه للهيدروجين بس، في فين بقى؟ بالنسبه للهيدروجين بس في البروكسيمال تيوب. طب افرض هي ديستال تيوب، لو هي ديستال تيوب الهيدروجين هيطلع عن طريق مين؟ هيطلع عن طريق الانتركليتد سيل. يبقى لو هي بروكسيمال تيوب الهيدروجين هيطلع عن طريق الكاونتر ترانسبورت، اما لو هي ديستال تيوب هيطلع عن طريق مين؟ عن طريق الانتركليتد سيل. طيب بالنسبه للي بعدها، بالنسبه للجزء الثاني، الجزء الثاني هو مين؟ الجزء بتاع ال HCO3. ازاي الجسم يعمل ري ابزوربشن ل HCO3؟ يعمل امتصاص HCO3 ازاي؟ طبعا عارفين القصه اتقالت كده خالص. اول حاجه مثلا لو عندي مثلا نازل ان HCO3 هيتاوي تفككهم عن بعض، الان ايه هتبدا تخش جوه الخليه ويطلع مكانها هيدروجين بالكاونتر ترانسبورت، وال HCO3 هينزل، الهيدروجين هيطلع يتفاعل مع HCO3 يدينا H2CO3. تمام. ال HCO3 هيتفكك الى CO2 H2O، CO2 هيخش جوه الخليه يتفاعل مع الهيدروجين يدينا H2CO3، H2CO3 يتفكك جوه الخليه يدينا هيدروجين و HCO3، HCO3 يخش جوه البلازما مع الصوديوم اللي طالع، مش مع الصوديوم اللي طالع، والهيدروجين ماله؟ الهيدروجين يعمل نفس الدور. طب احنا خدناها كتير اصلا، فاهم ايه؟ مش هنركز على اي حاجه على السريع. طيب انا ايه اللي لازم في الموضوع؟ انت لو عملت مين؟ عملت سكريشن الهيدروجين. طب افرض انت بقى عملت سكريشن الهيدروجين بطريقه كبيره 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 خالص، عملت طلع هيدروجين كتير. طب الهيدروجين كميته كده هتزيد خالص هنا، صح؟ فلما تزيد هنا ايه اللي هيحصل؟ الاسيديتي بتاعت الاسيد هنا هتزيد، صح؟ فالاسيديتي لو زادت يعني البي اتش زاد. طب ليش البي اتش زادت؟ يعني كانك عملت ميه نار هنا بالظبط، فهتبدا تحرق مين؟ هتبدا تحرق اليوم، هتبدا تحرق الخليه والنفرون وتبهدل الكليه خالص. تمام تمام. تاني حاجه ان تاني حاجه ودي مهمه برده، دي تعمل اسيدوز كده، عملت اسيدوز. طب ممكن تعمل لي مور اسيدوزس. ازاي مور اسيدوزس؟ بص على النبي عليه الصلاه والسلام، معنى الهيدروجين زاد هنا، معنى الهيدروجين زاد هنا كده، الهيدروجين هنا ده هو اللي جوه دهواتي، اللي جوه دهواتي ما عادش هيطلع هنا، ما عادش هيطلع ليه؟ لانك انت عامل هنا الهيدروجين في اليوم بدا يزيد خالص. تمام بدا يزيد. تمام تمام. بدا الهيدروجين يزيد، فلما الهيدروجين بدا يزيد بدا الهيدروجين اللي كان جوه ما عادش بيطلع. تمام تمام. فلما عادش الهيدروجين اللي جوه بيطلع ايه اللي بيحصل بقى؟ بدا يوقف مين؟ بدا يوقف البسوي. ايه هو البسوي؟ مش المفروض هو كان بيتكون عن طريق الهفك H2CO3 الهيدروجين HCO3؟ صح. كده انا قفلت مين؟ كان عندي هيدروجين كتير بره، فما عادش محتاج الهيدروجين دي يطلع خالص، بدا الهيدروجين ده يقف. تمام تمام. فاول ما الهيدروجين ده يقف تلقائي على طول اللي يحصل اللي انا ما عدتش مين؟ ما عدتش اصنع ال HCO3، لان ال HCO3 كان بتصنع، لازم عشان ال HCO3 يتصنع لازم الهيدروجين يتصنع، صح ولا غلط؟ ما هو الناتج عن طريق مين؟ عن طريق
اشتغلت تكسير الاتش 2 سي او 3 فبالتالي كما سقطت بصنع الاتش 2 سي او 3 نتيجه لمين؟ نتيجه لزياده الهيدروجين وقفت خروج الهيدروجين من الخليه. فلما الهيدروجين ما عادش بيطلع من الخليه بدا يتراكم، فلما يتراكم وقف البسوي اللي هو بتاع الاتش 2 سي او 3 فبدا ما عادش كده بصنع مين؟ ما عادش بصنع الاتش 2 سي او 3 لانه كان ملازم لتصنيع الهيدروجين. تمام فبالتالي اللي بيحصل، فبالتالي الاتش 2 سي او 3 المفروض كان يخش جوه الخليه يعادل لي الاسيديتي اللي جوه. طب كده الاتش 2 سي او 3 ما عادش يدخل جوه الخليه، فبالتالي كده هفقد اهم ميكانيزم في تخفيف الاسيديتي جوه الجسم، فبالتالي اخش في مور اسيدوزس. ان شاء الله تكون وضحت. طيب الجسم عشان يتعامل مع الموضوع يتعامل معاه ازاي؟ قال لك الجسم عشان تخش يمنع نفسه القصص دي كليتها وزياده البي اتش في اليومن او الاول اتش 2 سي ما عادش يتكون، الجسم هيتعامل مع الموضوع بطريقه بسيطه خالص. ازاي؟ ربنا خلق له حاجتين، حاجه اسمها التتريبول اسيد، خدناهم في البايو، التتريبول اسيد والامونيا. التتريبول اسيد دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن تبقى مركبات ناقصها وحده هيدروجين، هتروح بس تاخد الهيدروجين بدل ما الهيدروجين كانت تطلع بقى مثلا بره. لو عندك مثلا ان اس اللي كان نازل مثلا، مثال بسيطه، لو كان عندك ان اس اللي كان نازل تمام في اليومن عايز اي حاجه هيتفكك نصين، ان ال كالعاده هيخش جوه والاس ال هيكمل. طب السي ال ده هو وانت خدت بالك السي ال ده هو دي هو طالع، لو عندي هيدروجين كتير وهو ما السي ال ما هيقول ما هيحتاج هيدروجين، فالهيدروجين يتفاعل مع الاتش سي ال مع السي ال فيكون اتش سي ال. لا اوكي كونت حمض الاتش سي ال جوه اليوم صح. فانا عايز الحوارات دي كلها ما تحصلش. ايه اللي يوديني الحوارات دي كلها؟ خلاص انا صنع ماده تاخد الهيدروجين من بقيه المركبات الثانيه. اول حاجه خلاص حاجه اسمها التتريبول اسيد، التتريبول احنا خدناه في البايو اللي هو ال ان اي 2 ال ان اي 2 اتش بي او 4 صح. صح كان بيفقد ان ايه وياخد مكانه مين؟ ياخد مكانه الهيدروجين، فكان برضه بيخلص من الهيدروجين بدل ما يتراكم في اليوم ويطلع عادي كمركب. لما خلص الهيدروجين كده فعاليته قلت، خلاص بقى اتفاعل مع مركب تاني. او الامونيا، الامونيا برضه الدكتور كاتبه التتريبول اسيد والامونيا، الامونيا برضه كانت بتطلع تتفاعل مع الهيدروجين في اليومن بره، بتاخده وتطلع بره بدل ما كان يتراكم جوه اليوم. يبقى بدل ما الهيدروجين كان يتراكم جوه اليومن جه حاجتين، اجى اتنين هيخففوه. ايه هما الاتنين هيخففوه؟ اللي هما التتريبول اسيد والامونيا. بس دي احنا مطالبين في الجزء ده. طيب تعال نقرأ بقى اللي هو احنا يعتبر كده قلنا صفحتين دول، قلنا اول صفحه ان شاء الله. اول حاجه اللي هو سورس في هيدروجين، اول حاجه سورس في هيدروجين اللي هو الاسيد يعني اللي هنتكلم عليه. اول حاجه البروتين، احنا قلنا سيان في عندك اسيد بروتينيك اسيد صح، فالبروتينيك اسيد برضو بيكون لي بروتين صح، سيانين في الفيكسيد اسيد. ثاني حاجه الميتابوليزم، الميتابوليزم ممكن يكون لي فولاتايل اسيد او نون فولاتايل اسيد. فوقك من الكلمتين دول هتكلم على طول فولاتايل اسيد. قلنا الفولاتايل اسيد هو ايه؟ الفولاتايل اسيد هو المتطاير، هو الكربونيك اسيد، هو H2CO3 بنعوض عنه بالنيابه مين؟ بالCO2 ماشي، نعوض عنه بالنيابه اللي هو CO2. طب هو ناتج عن طريق مين؟ ناتج عن طريق الاكسيديشن اوف ذا جلوكوز اند 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 تراي جليسرايد ديورينج انيروبيك ميتابوليزم. انا سائل ان هو فولاتايل اسيد تمام. تمام هتلاقي حاجه بعده مين؟ الفيكسيد اسيد. الفيكسيد اسيد ناتج عن مين؟ ناتج عن اللاكتيك اسيد، ناتج عن اللاكتيك اسيد وناتج عن الكيتو والكيتو اسيد واللاكتيك اسيد والبروتينيك اسيد. طب الكيتو اسيد ناتج عن طريق مين؟ عن طريق عمليه اكسده للفئه، خاصه في مريض مين؟ خاصه في مرض السكر. مش معنى مرض السكر هو مرض السكر ما عندوش مين؟ ما عندوش جلوكوز يحرقه، فبالتالي بيلجأ لمين؟ ما بيعرفش يتعامل مع الجلوكوز يعني بسبب غياب الانسولين، ما بيعرفش يتعامل مع الجلوكوز، فبالتالي الجلوكوز ما بتحرقش، فبالتالي يروح يحرق مكان الجلوكوز مين؟ الفات. فلما يحرق الفات يتراكم عنده مين؟ يتراكم عنده كيتو اسيد تمام. تمام او اللاكتيك اسيد. طب اللاكتيك اسيد يزيد في حاله مين؟ يزيد في حاله الكربوهيدرات، في حاله الكربوهيدرات ان هي لو واحد بيعمل سيفير اكسرسايز مثلا، فبالتالي مش ملاحق الاكسجين، مش ملاحق على الحرق بتاع العضلات صح. صح فبالتالي يرجع لمين؟ الانيروبيك ميتابوليزم، فيطلع عنده اللاكتيك اسيد فيتراكم جوه الجسم. دوت الفيكسيد اسيد تمام. والفولاتايل اسيد هو مين؟ اللي هو الكربونيك اسيد، اللي هو الكربونيك كسب مكون لمين؟ السي او 2. طيب بالنسبه اللي بعدها، بالنسبه للجسم هيتعامل ازاي مع الميكانيزمات دي؟ اول حاجه الجسم هيتعامل ازاي مع التغير في الهيدروجين؟ اول حاجه الجسم هيتعامل مع ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه اللي هم الريبيد سائلينهم من شويه، الريبيد ميكانيزم والانترميديت والسلو ميكانيزم. اول حاجه خالص اللي هو الريبيد ميكانيزم اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو بيتعامل معاه في دقائق اللي اسمه البفر سيستم. عن طريق مين؟ عن طريق ان هو يفعل الهيدروجين، عن طريق ان هو يفعل الهيدروجين ويز اكسترا سيرو او انتر سيرو البفر سيستم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يفعل الهيدروجين سواء يفعل الهيدروجين جوه الخلايا او بره الخلايا مع بفر سيستم. مش احنا بفر سيستم زي البايكربونات يعني، الفكره كلها ان هو يجيب البايكربونات يفعلها مع الهيدروجين في اي مكان، المهم يخلص من الهيدروجين ما يسيبش الهيدروجين يزيد. ثاني حاجه الانترميديت ميكانيزم، الانترميديت ميكانيزم دي اللي هو بياخد مين؟ بياخد ساعات. يعتمد على مين؟ يعتمد على الجهاز، يعتمد على الريسبيراتوري سيستم. طيب ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي احنا بنتخلص من مين؟ بنتخلص بالكربونيك اسيد اللي هو مين؟ اللي هو السي او 2. عن طريق مين؟ عن طريق الريسبيراتوري، عن طريق الريسبيراتوري اللي هو عن طريق الهايبوفنتيليشن او الهايبرفنتيليشن. بعد كده مين؟ السلو ميكانيزم. السلو ميكانيزم بياخد كام؟ بياخد
ايام، الستوم ميكانيزم بياخد ايام. طب اللي بيتحكم فيه؟ بيتحكم فيه الكدني. طب الكدني بتعمل ايه؟ هتزود خروج الهيدروجين وتعمل باي كربوناتري ابسوربشن في حاله مين؟ في حاله الاسيدوز. تمام تمام، كله كلام مفهوم، احنا قرانا احنا سائلون من شويه. طيب طب طب اول حاجه، طب بالنسبه بقى للرينال، طب الرينال بقى هتعمل ايه عشان تعمل كومبنسيشن ان اسيد بيز ديستربنس؟ يعني مثلا حصل معاك اي اختلال في الاسيد بيز، ازاي الكدني تتعامل مع الموضوع؟ اول حاجه الكدني تتعامل مع الموضوع ده، تعمل امتصاص الهيدروجين، امتصاص الهيدروجين تعمل امتصاص الهيدروجين وسكريشن اتش 2 او 3 دي لو هي حاله اسيدي ماشي. طب لو حاله الكالوزس، لو حاله الكالوزس هتعمل ايه؟ هتعمل اعاده للهيدروجين، يعني مش هتسيب الهيدروجين، هتاخد الهيدروجين وهتعمل ايه؟ وهتعمل اكسكريشن لاتش 2 او 3 تاني مره. نفس الكلمتين قلناهم، هما ان الهيدروجين، افرض مثلا الحاله مثلا عندك الكالوزس مش اسيدوز، حاله الكالوزس، فبالتالي انا محتاج الهيدروجين مش هطلع، فاعمل ايه؟ هستعيد الهيدروجين مش هسيبه بره، هعمل له ابزوربشن. طب الاتش 2 او 3 لا، الاتش 2 او 3 مش محتاجها الوقت، فهطلعها. والعكس مين؟ والعكس في الاسيدوز. تمام تمام. طب بقول لك بقى الدكتوره كذا عليه، قالت ان الموست باور فول ميكانيزم هو اهم ميكانيزم واقوى ميكانيزم هو مين؟ هو الميكانيزم بتاع الرينال. ماشي، اقوى ميكانيزم في الموضوع كله هو ميكانيزم الرينال، لازم ناخد بالنا من المعلومه ديت. تمام تمام، لانه ليه برضه اقوى ميكانيزم؟ لانه خلصنا من معظم الاحماض، خلصنا من الفيكس اسيد، من الفيكس اسيد كتير في الجسم. تمام، فهو خلصنا من الفيكس اسيد اللي اصلا اللنج كشف تعمل معاهم. تمام، بالاضافه لذلك اللي هو بيتعامل مع الاسيديتي وبيتعامل مع الكلاين، فبالتالي هو افضل ميكانيزم. تمام تمام، بالنسبه بقى بالنسبه للمعادله، المعادله الدكتوره قالت ايه؟ الدكتوره قالت اول حاجه ان المعادله اصلا عليكم، مش عليكم استنتاجها هي جت منين ولا اي حاجه، انا عايز اشوف استنتاجها، اشوف عند الدكتور، شوف الدكتور ناجي شرحها، شرح استنتاجها كام. تمام تمام، بس هي وضحت بعض الحاجات بس فيها وقالت يحفظوها. اول حاجه اللي هي البي اتش، البي اتش اللي هو الاسر الهيدروجين هيساوي البي كي في اللوج اتش سي او 3 على البي سي او 2. طب تعالى نشوف يعني ايه الكلام ده. اول حاجه البي اتش اللي هو الاسر الهيدروجين، ماشي، الاسر الهيدروجين لازم نعرف عن الاسر الهيدروجين، نعرف عليه بس كلمتين اساسيين، ان هما البي اتش المفروض البي اتش بتزيد في حاله الاسيدتي ولا بتقل في حاله الاسيدتي؟ المفروض البي اتش بتقل في حاله مين؟ بتقل في حاله الاسيدتي، صح صح. طيب وبتزيد في حاله مين؟ وبتزيد في حاله الالكالين، صح صح. ده اول معلومه لازم نبقى عارفين. ثاني حاجه البي كي، ايه هو البي كي؟ البي كي دي عباره عن ثابت، ثابت. تمام تمام، طب وسمينا بي كي ليه؟ هما كلمه معناها كونستانت. تمام، معناها كونستانت، بس العلماء الالمان اللي اكتشفوا العمل المعدل الالمان، هما في الالماني بيكتبوا السي كي، يعني هما بيعملوها بنطور الحرف السي بيكتبوا كي. تمام تمام، بيسموه البي كي اللي هو الثابت. تمام تمام، طب البي كي برضه ما فهمتش، وبي كي دي بنعمل بايه؟ بي كي اللي هو ثابت البفر، ثابت البفر دي نيابه عن البفر سيستم. طب مين البفر سيستم في الجسم؟ البايكربونات، اكنك بتكتب البايكربونات. طب البايكربونات لما اعوض عنها في السؤال، بعوض عنها بكام؟ بعوض عنها ب6.1 يا دكتوره ما قالتهاش، ماشي، بس احنا عارفينها بس عشان نفهم بس الموضوع ماشي ازاي. يبقى البي اتش اللي هو الهيدروجين بيساوي البي كي، قلنا دي الثابت، الثابت دي بالنيابه عن مين؟ نيابه عن البايكربونات، البايكربونات اللي هو البفر سيستم يعني. تمام تمام، طب البايكربونات قيمتها كام؟ 6.1 زائد اللوج اتش سي او 3 على بي سي او 2، مالناش اي علاقه باللوج او غيره، احنا لنا علاقه بين الاتش سي او 3 والبي سي او 2. انا استفدت من الحوار ده كله، استفاد من الاتش سي او 3. تمام، الاتش سي او 3 بس عشان اوضح برده قيمته، ده الاتش سي او 3 بالنيابه عن مين؟ بالنيابه عن الالكالين، والبي سي او 2 بالنيابه عن مين؟ النيابه عن الحموضيه. عايزين نفهم الموضوع، نفهم بقى ايه؟ نفهم ان البي اتش اهم حاجه في الحوار ده، نطلع من الحوار ده بايه؟ ان البي اتش نحفظ المعادله ونعرف ان البي اتش تتناسب طرديا مع الاتش سي او 3 وتتناسب عكسيا مع السي او 2 100%، عشان ده هنبني عليها بقيه المحاضره، ان البي اتش تتناسب طرديا مع الاتش سي او 3 وتتناسب عكسيا مع مين؟ مع السي او 2. تمام تمام، بعد كده قال السطر اللي هو بتاع مين؟ بعد كده اتكلم على مين؟ اتكلم على السطر اللي هو بتاع الاتش سي او 3، ولكن الاتش 2 سي او 3 سريع في التطاير، سريع في التطاير. تمام تمام، فكمنه هو سريع في التطاير ما نعرفش نحسبه، فكمنه ما نعرفش نحسبه بناخد من المركبات اللي هو اداها لنا، وادانا مين؟ الاتش 2 سي او 3، الاتش 2 سي او 3 ادانا مين؟ ادانا سي او 2 انا اتش 2 او، صح صح. انا هاخد السي او 2 ده هواتي واعوض بيه مكان اتش 2 او 3 بالنيابه عنه. ليه؟ لان هو سريع في التطاير مش فاكك بسرعه، ما بنعرفش نحسب له تركيز. تمام تمام، طيب ايه هي الاختلالات اللي بتحصل في الاسيد بيز بالانس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بالنسبه للاختلالات اللي بتحصل فيه، اول حاجه لازم تعرف النورمال بي اتش بتاعت جسم الانسان ما يقارب من كام؟ ما يقارب من 7.38 ل 7.42، الرقم ده حفظه مهم. طيب هو الرقم ده جه منين؟ قال لك 7.42 دي مين؟ دي البي اتش، بس البي اتش بتاعت مين؟ بتاعت الارتري. وال 7.38 دي البي اتش، بس البي اتش بتاعت مين؟ بتاعت الفين. طيب
طب ايه الفكره من كده برضو؟ ايه الفكره ان دي بتاعه الفين ودي بتاعه الفين ودي بتاعه الارتري؟ ليه بتاعه الفين قال بتاعه الارتري؟ قال لك مش الفين لسه في سي او 2، ما هو لسه الفين يحمل دم غير مؤكسد صح، فشايل مين؟ شايل سي او 2، والسي او 2 اللي هو شايله دهواتي يمثل الحمض، وانت عارف لو الحمضيه زادت تلقائي البي اتش هيقل، فتلاقي دايما البي اتش بتاع الفين اقل من البي اتش بتاعه مين؟ بتاع الارتري. تمام. طب افرض الدكتور بقى هي قالت عن 37، قالت عن 37 اللي هو الحد الادنى بتاعنا، هتبقى الحاله اسمها اسيدوز. طب زادت عن 42 هتبقى الحاله اسمها الكالوزس. طيب الالكالوز ولك بين الالكالوزس والاسيدوزس عباره عن حاجه اسمها ميتابوليك وريسبيراتوري. يعني ميتابوليك يعني ريسبيراتوري. بص هما كده كده هنوضحهم بالاسباب لما نتكلم على كل واحده ان شاء الله، هنوضح ليه اسمها ميتابوليك وليه اسمها ريسبيراتوري. بس تعرف على طول اول ما اقول لك ريسبيراتوري، ما اقولها مثلا اقول لك انت ريسبيراتوري، بس اول ما اقول لك ريسبيراتوري بتقول لي على طول الريسبيراتوري ديت معناها مين؟ معناها على طول مشكله تبقى في السي او 2، مشكله تبقى معناها مين؟ في السي او 2، مشكله في السي او 2 ماشي، في تركيز السي او 2. طب اقول لك ميتابوليك، بتقول لي ميتابوليك يعني مشكله في مين؟ في السي في الاتش سي او 3. تاني عشان الحته دي مهمه، هي حته الهايبوفنتيليشن هايبرفنتيليشن والميتابوليك، وحته الميتابوليك معناها مشكله فين؟ اللي هو في الاتش سي او 3، والريسبيراتوري المشكله فين؟ في السي او 2. دي مهمين خالص خالص خالص. طب الميتابوليك يبقى الميتابوليك مشكلته فين؟ الميتابوليك ملوش اي علاقه بالسي او 2، يبقى هو ملوش علاقه بالسي او 2، مشكلته في مين؟ مشكلته في الاتش سي او 3. طب الريسبيراتوري مشكلته في مين؟ الريسبيراتوري مشكلته فين؟ في السي او 2، ملوش اي علاقه بالاتش سي او 3. تمام. بعد كده نعرف الوقت ان الريسبيراتوري ليه اسمه ريسبيراتوري ميتابوليك. من الاسباب نعرف الاسباب هتبين هي ليه اسمه ميتابوليك وليه اسمه ريسبيراتوري. تمام. طب ولكن الميتابوليك ملوش اي علاقه بالسي او 2، مش ملوش اي علاقه بالسي او 2، علاقته كل ده مع الاتش سي او 3. تمام. طب دلوقتي هتكلم على الاسيدوز ماشي، فاحنا احنا ان شاء الله باذن الله جمعناهم بس في جدول كده صغير نشرح منه، وبعدين نرجع نقرا الداتا ان شاء الله. ايه هو الجدول؟ بسم الله وملخبط كده بس يعني ان شاء الله يبقى حلو باذن الله. اول حاجه نشوف المشاكل بتحصل في الكدني. اول حاجه خالص قسمنا مين؟ قسمنا اللي هي اسيدوزس ماشي، اللي هو الاختلالات اللي هو الديستربنس، او اللي هي اسيدوزس اللي هي مين؟ اللي هي الكالوزس. تمام. الاسيدوزس عباره عن ايه؟ الاسيدوزس اما تكون بسبب ريسبيراتوري او بسبب مين؟ الميتابوليزم. طب الكالوزس بسبب مين؟ الكالوزس اما بسبب ريسبيراتوري اما ميتابوليزم. فالمفروض احنا نفهم كل واحده بتحصل ليه. اول حاجه نفهم مين؟ نفهم التفسير بتاعها ايه اللي حصل، وبعدين نفهم سببها ايه، وبعدين ازاي الجسم بيتعامل مع الموضوع ده. طيب بسم الله. اول حاجه خالص هنبدا بيها ان شاء الله هو الريسبيراتوري اسيدوزس. طيب يعني اول ملك ريسبيراتوري اسيدوزس، في كل واحده لازم نكتب المعادله ونفهم ايه اللي حصل بالظبط. انا بقول لك ايه، نعرفها معنون ريسبيراتوري اسيدوزس. ركز معايا، كلمه اسيدوزس يعني نحط بي اتش قلت ولا بي اتش زادت؟ ركز معايا، اسيدوز يعني بي اتش قلت صح. طيب لما اقول لك ريسبيراتوري انا لسه قايل لك فوق ايه؟ انا لسه قايل لك ان الريسبيراتوري التعامل مع مين؟ مع الاتش سي او 3 ولا تعامل مع السي او 2؟ تعامل مع السي او 2. طيب انا بقول لك ايه؟ بقول لك البي اتش قلت، اللي يخلي البي اتش تقل السي او 2 تزيد ولا تقل؟ بالراحه عشان ما تتوهش. انا لسه قايل لك ايه؟ لسه قايل لك في اول كلمه قلت لك ساعات عايزين نطلع من المعادله بايه؟ ان البي اتش تتناسب طرديا مع الاتش سي او 3 وتتناسب عكسيا مع مين؟ مع السي او 2. خلصانه. فلما اقول لك ان البي اتش قلت بتقول لي قلت ليه؟ قلت لو انا زودت المقام صح؟ ما هنا لو زودت المقام اللي هو السي او 2 يبقى انا قللت البي اتش. تاني عشان ما نتلخبطش دلوقتي، انا حصل عندي ريسبيراتوري اسيدوز صح؟ اسيدوز يعني قللت البي اتش. تمام. طيب ريسبيراتوري يعني مشكله في السي او 2 ولا مشكله في الاتش سي او 3؟ مشكله في السي او 2. طيب دلوقتي البي اتش قل. تمام. طيب يبقى انا عملت في المقام، يبقى انا زودت المقام لان العلاقه عكسيه منه وبين بعض صح. طيب اللي بعدها اللي هو مين؟ هتكلم عن كلتهم بعدين نتكلم اخدهم بالترتيب على طول نفهمها ان شاء الله. لو ما وضحتش توضح ثاني وقت. هنتكلم على مين؟ هنتكلم على اللي هو الاسيدوزس بس مين؟ الميتابوليك اسيدوز. بسم الله ركز معايا كده، ميتابوليك اسيدوز من اسمها ميتابوليك اسيدوزس. اسيدوزس يعني البي اتش ذات ولا قلت؟ البي اتش قلت. وانا قايل لك الميتابوليك، انا قايل لك الميتابوليك. الميتابوليك يعني شغل مع مين؟ شغل مع الاتش سي او 3. فانت عايز تعرف وقت الاتش سي او 3 حصل لها ايه؟ انا بقول لك اسيدوزس يعني البي اتش قلت، وفي علاقه طرديه ما بين دي في الباص، علاقه طرديه مع البي اتش. هنا العلاقه طرديه صح، وهنا العلاقه عكسيه. اهم حاجه العلاقه طرديه وهنا العلاقه عكسيه. طيب انا بقول لك ان البي اتش قلت، طب الاتش سي او 3 هتعمل ايه؟ زيها، ما هي نفس العلاقه طرديه، فالاتش سي او 3 هتقل. تمام. انت لازم تعرف، يبقى لازم تعرف على طول ان الميتابوليك اسيدوزس الاتش سي او 3 قلت فيها، يبقى المشكله ظهرت مين؟ الاتش سي او 3 قلت فيها. طب اللي بعدها اللي هو الريسبيراتوري، اللي بعدها اسمها ريسبيراتوري الكالوزس. ركز، كلمه الكالوزس معناها ايه؟ يعني معناها ان البي اتش زاد. ركز معايا، معناها ان ايه؟ البي اتش زاد. تمام. طب ريسبيراتوري يعني مشكله في ريسبيراتوري مشكله في السي او 2 ولا الاتش سي او 3؟ مشكله في السي او 2. طب الوقت اللي حصل ان البي اتش زادت. تمام. المفروض يبقوا عكس بعض تلقائي، مثلا زودت دي تزيد صح؟ دي عكسها بالظبط ماشي،
يعني المقام دي ذاتي يبقى المقام قل. تمام، بمعنى ايه يا جماعه؟ ان هو انا هقسم بالظبط كده، انا هقسم 6، لو هقسم 6 على 3 فيها كام؟ فيها 2 صح. تمام تمام. طب انا هقسم 6 على 1 فيها 6، زادت ولا ما زادتش؟ زادت ولا ما زادتش؟ زادت صح، اهي من 2 ل 6 يعني بيتي زادت صح. بس انا حاسس حته الحته اللي هو المقام دي وبص احنا ناسينها مش عارف ليه. تمام تمام. فبالتالي اول ما تزود البي اتش، اول ما تزود البي اتش تلقائي من اول ما تزود البي اتش يبقى البي سي او 2 قل. تمام، ليه؟ لانك لما تقلل المقام يبقى هتزود على طول، يبقى انت مجرد بس ما هتقلل المقام هتزود على طول. اخر واحد اللي هو الميتابول، يا رب تكون بس احنا واخدين بالنا من قصدي في الموضوع. الميتابوليك اللي بعده اسمه ميتابوليك الكالوز. تمام تمام. الكالوز معناها ايه؟ معناها ان البي اتش زاد. طيب البي اتش زاد، طب ميتابوليك يعني ايه؟ ميتابوليك يعني المشكله في مين؟ مشكله في الاتش سي او 3 صح ولا غلط؟ صح. طب البي اتش زاد يبقى على طول الاتش سي او 3 حصل لها ايه؟ وعشان دي يزيد لازم دي علاقه طرديه ما بينهم وبين الباص، لازم الاتش سي او 3 يزيد. يبقى عشان البي اتش يزيد لازم الاتش سي او 3 يزيد. تمام تمام. يبقى ايه اللي يحصل لي في الميتابوليك الكالوزس؟ يحصل معاك في الميتابوليك الكالوزس الاتش سي او 3 زي. يا رب تكون وضحت. طيب طيب بقول لك ايه هنا في الحته اول واحده، بقول لك ايه؟ بقول لك ان الطبيعي تكون النسبه اللي هو طبيعي السي او 2 في جسم انسان يكون 40. طبيعي يكون كام؟ 40. تمام تمام. النورمال بتاعنا لما يحصل بقى معاك مثل لما يحصل معاك مين؟ لما يحصل معاك اللي هو ريسبيراتوري اسيدوزس ساعتها على طول مين؟ ساعتها تركيز ثاني اكسيد الكربون بيطلع من 40 ل 45. ان شاء الله تكون وضحت الفكره. طيب بعد كده ايه هي الاسباب اللي تعمل الموضوع ده؟ طيب انت حصل معاك مين؟ حصل معاك ريسبيراتوري اسيدوزس صح؟ صح. بالنسبه للريسبيراتوري يعني المشكله تبقى معلقه بمين؟ معلقه باللنج. ايه اللي حصل في اللنج عمل ريسبيراتوري اسيدوزس؟ هو يعني اصلا ريسبيراتوري اسيدوزس معناه ايه؟ معناه انا طلعت الاسيد ولا ما طلعتوش؟ معناه الاسيد تراكم في الجسم صح؟ اه. طب الاسيد تراكم في الجسم ليه؟ تراكم بسبب اللي انا مش عارف اطلعه، يعني اللنج فيها مشكله صح ولا لا؟ صح. طب ايه هي المشاكل في اللنج اللي هتعمل ريسبيراتوري اسيدوزس؟ اول حاجه هتبقى مشاكل في التنفس عامه. ازاي؟ ممكن مركز التنفس يكون في المخ حصل فيه مشكله ماشي، هو سنترال بتاع المخ حصل فيه مشكله بسبب مين؟ واحد خد دواء زي المورفين مثلا او سنتيف اللي هي ايه؟ سنتيف. تمام تمام. او المورفين. تمام اي حاجه في الاثنين، يبقى المورفين او المورفين او سنتيف دي بيستخدمهم. تمام تمام. بيعمل مشكله في السنترال، مشكله طبعا في السنترال. تمام تمام. بالنسبه اللي بعدها مين؟ اللي بعدها مشكله ممكن تكون طبعا معلش بس اللي هو السنترال، بس اخذت بس الوقت. السنترال بيعمل المشاكل زي المين؟ زي المورفين والسيديت. السيديت ده المهدئات زي ما زي البربتيو ماشي، بس عشان كنت بس راحت من دماغي بس معلش. دي سنترال، دي في السنترال. تمام تمام. او ممكن تعمل مين؟ او بتعمل مشكله في العضلات، مشكله في العضلات تعمل ويكنس في العضلات. طب ايه علاقه ويكنس العضلات بالاسيدوزس؟ ما هو ويكنس العضلات معناه انت مش عارف، العضلات ضعيفه، العضلات مش عارف تعمل مين؟ مش عارف تتنفس ولا عارف تعمل هايبرفنتيليشن. تمام تمام. فبدل مين؟ بدل الاسيد تتكون جوه الجسم انك مش عارف تتنفس، او ممكن الكلى، او ممكن اللنج ذات نفسها يبقى فيها مشاكل، ممكن اللنج تبقى فيها مي اديما او انفيزيما او بالمونري فايبروزس او حصل فيها تروما او اي مشكله من المشاكل دي كلها، هتعمل مشكله في مين على طول؟ في مشكله في اللنج. ليه كده تعب اللنج بحاجه ثانيه؟ فانت كده وظيفه اللنج مش هتعرف تعديه، فانت كده مش هتعرف تعمل هايبر فنتيليشن، فمش هتعرف تطلع مين؟ مش هتعرف تطلع الاتش سي او 3. طيب بالنسبه اللي بعدها، بالنسبه ايه اللي بعدها اللي هي كانت مين؟ هي الميتابوليك اسيدوز اللي احنا شرحناه. طب ايه الميتابوليك اسيدوز؟ ايه اللي حصل في الميتابوليك اسيدوز؟ اللي انا قللت الاتش سي او 3. طب انا قللت الاتش سي او 3 ليه بقى؟ الاتش سي او 3 انا قللته ازاي؟ تقلل الاتش سي او 3 في الجسم. طب واحد يقول لي ازاي تقلل الاتش سي او 3 في الجسم يا دكتور؟ هتقلل الاتش سي او 3 دي عباره عن قاعده، هتقللها ازاي في الجسم؟ من عايز افهم برضو ازاي هتقللها في الجسم؟ قال لك هتقللها في الجسم عن طريق ان انت هتستخدمها. تمام تمام. طب هتستخدمها ازاي في الجسم؟ بص هما هو اعتبر كده الماده بتاعتنا مش ذاكر في سبب تاني مذكور بس مش موجود، ممكن تكون علاقه بالرينال، ان الرينال مالها؟ ان الرينال مثلا تقلل المستوى بتاع الاتش سي او 3. تمام تمام. او يحصل معاك مين؟ او يحصل معاك بعض الحاجات الاساسيه بتاعت الفيكس اسيد. ايه هما؟ اللاكتيك اسيد يزيد في الجسم، او الكيتو اسيد يزيد في الجسم، او مين؟ او يحصل معاك توكسين او دايرين. تعال نتكلم عليهم واحد واحد. اول حاجه اللاكتيك اسيد والكيتو اسيد، مالهم ومال الاتش سي او 3؟ احنا قلنا في اول كلمه في المحاضره ايه؟ اهي لحظه واحده بس نجيبها. قلنا ايه في المحاضره الاول خالص؟ قلنا ان هو الكيتو اسيد او اللاكتيك اسيد او البروتونيك اسيد، الثلاثه دول مع بعض لو زادوا في الجسم يتعامل معاهم بمين؟ بالبفر. البفر بتاعه هيتعامل معاهم مين؟ هيتعامل معاهم بالاتش سي او 3. طب الجسم عشان يتعامل معاهم بالاتش، يبقى كل يبقى الاتش سي او 3 بتاعه هيخلص ازاي؟ كل ما تطلع لاكتيك اسيد اكتر او كيتو اسيد اكتر هتستهلك كميه من الاتش سي او 3 كبيره، فلما تستهلك كميه كبيره من الاتش سي او 3 هتيجي تدور عليه بعد كده تعوض بيه في النسب بتاعتنا في حساب الاتش هتلاقيه قال. ليه؟ لانك انت اصلا
استخدمته في اللاكتيك اسيد والكيتو اسيد. الكتابه ملحوظه اللي هو اللي انت الانتاج الكتير خالص للانيروبيك ميتابوليزم او الكيتو اسيد دي كله هيزودوا مين، هيحتاجوا مين، هيحتاجوا كده مور بفر، هتحتاج مور بفر كتير. صح صح. طب لما محتاج بفر كتير يبقى انت هتخلص البفر اللي عندك، فيبدا البفر يبدا ايه، يبدا يقل. صح صح. فيبدا كده يبدا الجسم يحصل له مين، يحصل له اسيدوز بسبب ان الاتش سي او 3 قل من الجسم. ان شاء الله تكون واضحه. يبقى الحاجات اللي تقلل اتش سي او 3، الحاجات اللي هتقلل اتش سي او 3 مع اللي انا استخدمته. طب استخدمته في ايه؟ استخدمته مثلا في، استخدمته في الكيتو اسيد زاد او اللاكتيك اسيد زاد. طيب بسم الله، واحده واحده بس. تمام تمام. طيب اللي بعده، اللي بعده بعض التوكسين، بعض الادويه زي مين، زي الاسبرين، زي الاسبرين مثلا. دي بعض بعض الحاجات برضو اللي هي مين، اسبرين والميثانول وبعض الحاجات كده بتقلل الاتش سي او 3. تمام تمام. والدياريه، والدياريه. طب الدياريه ازاي؟ الدياريه الخاصه بالانتستين، ايه علاقه الدياريه الخاصه بالانتستين؟ الدياريه الاسهال الخاص بالانتستين ماله؟ انت كده بتطلع مين؟ انت عارف محتويات الانتستين اصلا، محتويات الانتستين محتويات كلها محتويات قلويه. صح اه. فانت لما تفقد المحتويات القلويه بتاعت الانتستين يبقى انت هتقلل مين؟ هتقلل الاتش سي او 3. طيب ان شاء الله تكون وضحت. طيب بعد كده، بعد كده اللي كانت بعدها اللي هو مين، اللي هو ريسبيراتوري الكلوز. طب ريسبيراتوري الكلوز معناه ايه؟ كنت بقلل فيها مين؟ كنت بقلل فيها البي سي او 2. صح اه. اللي هو تركيز ثاني اكسيد الكربون. طب انا عايز اسالك سؤال، ايه اللي يقلل لي، ايه اللي يقلل لي تركيز ثاني اكسيد الكربون في الجسم؟ هيقلله ان هو مين، ان اللانج اشتغلت زياده عن اللزوم فعملت لي، عملت ووش اوت لكل السيوت اللي موجود في الجسم. يبقى ايه اللي حصل؟ ان اللانج عملت ووش اوت زياده، عملت هايبر فنتيليشن بزياده، فعملت لي مين، عملت لي ووش اوت لمين، عملت لي ووش اوت للسي او 2 من الجسم. طيب طب اخر حاجه خالص، الاتش سي او 3 ايه اللي يزود لي الاتش سي او 3 في الجسم؟ ركز معايا عشان نعرف. الاتش سي او 3 دي عباره عن ماده قلويه، يعني واحد لو جاي له حموضه ايه اللي هيحصل؟ لو جاي له حموضه هيروح ياخد مين، ياخد بعض المواد اللي بتحتوي على بعض الحاجات القلويه زي الانتاسيد مثلا، ناخدينها مين، بتاع مديول النيوتريشن بتاعت مين، المهم مديول النيوتريشن خلاص. تمام تمام. فانت بالتالي انت لو خدت، لو واحد خد كميه قلويات كبيره من الجسم يبقى هيزود الاتش سي او 3. صح صح. او ايه بقى؟ او فومتنج للجاستريك كونتنت. يعني فومتنج جاستريك كونتنت يعني انت رجعت كميه كبيره من الفومتنج اللي عندك، فانت خسرت مين، خسرت الاتش. فبالتالي لما انت خسرت الاتش، لما انت خسرت الاتش ماشي، اللي حصل لما انت اول بدك خسرت الاتش. تمام تمام. فايه، فجسمك عشان الاسيد في زادت في الجسم، وانت كده الفومتنج اللي حصل في الفومتنج، انت كده رجعت كل المحتويات اللي في الجاستريك، فانت طلعتها بطول جي اي تي تراك من اول الجاستريك لحد فوق. فاللي بيحصل في الجسم هيستجيب ويزود القلويه، يحاول ايه، يحاول ايه، يعوض الحموضه اللي انت طلعتها بره الجسم، يعني يحاول يقلل. انت كده انت عملت اصلا، انت عملت حموضه في الجي اي تي تراك من لحد فوق. صح. فالجسم يعمل ايه؟ هيبدا يطلع البايكربونات عشان يقلل ليه مقدار الحموضه دي على الجي اي تي. تمام تمام. فيزود الاتش سي او 3. تمام ان شاء الله تكون واضحه. طيب بعد كده على طول، طب الجسم هيتعامل مع الموضوع بقى اللي هو ايه، الجسم ازاي الجسم هيأقلم الموضوع او يحل الموضوع بقى. ركز معايا كده ونفكر مع بعض. اول حاجه واحد بيقول لك ايه، بسم الله، واحد بيقول لك ان عندك السي او 2، السي او 2 زائد ثاني اكسيد الكربون زاد في الجسم. طب انا اقول لك عايزين نحل الموضوع، عند واحد عنده مين، واحد عنده اسيديتي ماشي، بس بسبب الريسبيراتوري، ريسبيراتوري اسيد. طب الجسم هيتعامل مع الموضوع ازاي؟ اول حاجه لازم تعرف الجسم يتعامل مع الموضوع ازاي. هتطلب من واحد قال لك حلينا دكتور. صح اه. شوف 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 النسبه دي حصل لها ايه واحنا هنعدل. هو بص على السهم دهواتي واحنا هنحل الموضوع. مش السهم، مش السي او 2 زاد اه. طب انا لو زودت الاتش سي او 3 اباه، ركز معايا، لو زودت الاتش سي او 3 اباه صح، يبقى انا هلغي مين، هلغي السهم كده مع السهم ده، فيفضل التركيز زائد، هيفضل الاتش سي او 3 على السي او 2 ثابت. صح صح. طيب طبيعي. طب انا هزود الاتش سي او 3 ازاي في جسم الانسان؟ قال لك هتزود عن طريق ايه، تدي امر للرينال اللي هي تزود امتصاص الاتش سي او 3. يبقى حل الموضوع ان انت تدي امر للاتش سي او الكدني اللي هيزود الاتش سي او 3. طب واحد قال لي حل ثاني يا دكتور. صح. ايه هو الحل؟ قال لي ينفع اشيل السهم ده خالص. اشيله ازاي؟ يعني اقلل السي او 2، اشيل الزياده اللي حاططها عن طريق مين؟ عن طريق اعمل هايبو فنتيليشن. قلت له صح، الحل دي موجود بس في بعض الحاجات الثانيه هنا ما ينفعش. عارف ليه ما ينفعش؟ لان لو خدت بالك ان كل الاسباب بتصب في مصلحه ان الكدني بايظه. تمام، ان الكدني بايظه، سواء بقى فايديما، فانفيزيما، او السنتر بتاع الريسبيريشن واقف خالص، او العضلات بايظه، كل الحاجات بتصب في ايه، بتصب في حاجه واحده بس، ان اللانج بايظه. فاللانج ادام اللانج بايظه يبقى انت كده مش عمرها ما تعرف تعمل، عمرها ما تعرف تعمل ووش اوت للسي او 2 من جسمها، هي بايظه اصلا، فيها مشكله، فيها مرض عايز يتعالج. وبعد كده تعمل ايه، تعمل هي مين، تعمل بعد كده تعمل ووش اوت
للسي او تي عادي، انما هي فيها مرض. فبالتالي هنا الحل الوحيد ان الكدني هي اللي تتعامل. طب الكدني هتعامل مع الموضوع ازاي؟ هتزود امتصاص الاتش اس اسري وتزود مين؟ وتزود السكريشن بتاع الهيدروجين. دي اول واحد، دي حل اول واحد. تمام. طب هو بيقول لك ان الرينالي، شوف الرينال هو مين؟ هو الرينال هو الوحيد اللي بيقدر يتعامل مع هنا المشكله هنا. تمام. ليه؟ لان اللانج اصلا فيها مين؟ لانج فيها مرض، فاللانج لازم يتعالج اللانج الاول عشان تعمل الموضوع ده. تمام. فبالرينا هتعمل ايه؟ الرينا هتعمل سكريت للهيدروجين وتعمل امتصاص للاتش سي او 3. طيب نخش على اللي بعدها، اللي هي كانت مين؟ هي كانت ميتابوليك اسيدوزس. ميتابوليك اسيدوزس كان حصل في ميتابوليك اسيدوزس كان اتش سي او 3 ال. طب تعال نشوف الاتش سي او 3 ال. طب احنا هنفكر مع بعض، انا عايز احلل الموضوع. احلل الموضوع ازاي؟ ركز معايا وهنحله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الاتش سي او 3 ال. طب انا ممكن، انا عايز اثبت النسبه ديت الاتش سي او 3 ال. ممكن انا اقلل عمل سهم زي السهم واشيله مع بعض، يعني اقلل السي او 2 واشيل الزياده مع دي، مع اشيل النقص مع هنا مع النقص من هنا، بتظهر النسبه ثابته. يعني انا اعمل اقلل تركيز السي او 2 في الجسم. يعني اقلل تركيز السي او 2 في الجسم يعني هعمل هايبر فنتيليشن، صح ولا غلط؟ صح. او ايه يا دكتور؟ او اقلل او ازود الاتش سي او 3 يعني لو زودت الاتش سي او 3 طب ازوده ازاي؟ عن طريق ان اخلي الكدني تمتص اكتر سي اتش سي او 3. فلما تمتص اكتر يبقى احنا كده هنشيل مين؟ يبقى احنا كده هنبدا نزود. فلما نزود زياده مع الزياده برضه ودي زايد، فاحنا هنزود هنا برضه هتفضل النسبه ثابته. يبقى حل من الاثنين، يا اما تنقص السي او 2 زي الاتش سي او 3 فتفضل النسبه ثابته، او تحاول ترفع نسبه الاتش سي او 3 فتوصل لنسبه السي او 2 فتفضل النسبه ثابته. وصلت. طب الموضوع ده يحصل ازاي؟ ازاي اصلا هقلل السي او 2؟ قال لك هتقلل السي او 2 عن طريق تعمل هايبر فنتيليشن، صح ولا لا؟ صح. طب ازاي هزود الاتش سي او 3؟ هزود الاتش سي او 3 عن طريق مين؟ هخلي الكليه تمتص اتش سي او 3، صح ولا غلط؟ صح. تعال نشوف العلاج كده. قال لك العلاج عن طريق تعمل هايبر فنتيليشن او تعمل ري ابزورب امتصاص للاتش سي او 3 او تعمل ايه؟ اوكي كده بتعمل امتصاص للاتش سي او 3 بطلع مين؟ بطلع هيدروجين. تمام. خلي بالك الاثنين الميتابوليك اللي هم فيهم كلمه ميتابوليك بتشغل فيهم مين؟ بتشغل فيهم الكدني والرينال الاثنين مع بعض. طيب اللي بعدها حالها بسيط خالص. اللي حصل معاك ريسبيراتوري الكالوز. ريسبيراتوري الكالوز في الامراض اسهل من ريسبيراتوري الاسيدوز بمراحل. ريسبيراتوري الكالوز معناه ايه؟ معناه ان سي او 2 اللي هو بيطلعه اللي هو سي او 2 اللي بيعمل له وش قليل، صح ولا غلط؟ صح. فقال لك احنا نعمل له ايه؟ كده تركيز ثاني اكسيد. لا تركيز ثاني معناه ايه؟ معناه ان تركيز ثاني اكسيد الكربون زاد في الجسم زي. تمام. يبقى ريسبيراتوري الكالوزس معناه ايه؟ معناه ان تركيز ثاني اكسيد الكربون زاد، صح. طب انا عايز احلل الموضوع. تعال نفكر مع بعض نحلل الموضوع ازاي. قال لك هنحل الموضوع عن طريق نعمل نفس احنا عملناه هناك. السهم هو لما انا هقلل زي تحت يبقى الاتش سي او 3 هيقل مع السي او 2 فالاثنين يقلوا فالنسبه تفضل ثابته، صح ولا غلط؟ صح. او ايه بقى؟ او ارفع نسبه السي او 2 بحيث ان لما ارفع نسبه السي او 2 هتساوي نسبه الاتش سي او 3 اللي فوق فتفضل النسبه ثابته. مش هتساويها يعني، هتحصلها فتحافظ لها على البي اتش ثابته، حافظ على الرقم اللي انا عايزه بتاع البي اتش ثابته، صح ولا غلط؟ صح. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب اللي مكتوب عندنا في الداتا، مش ملوش علاقه باللي احنا قال الاتش سي او 3. اللي مكتوب في الداتا اللي احنا هنزود السي او 2. طب هنزود السي او 2 ازاي يا دكتور؟ ازاي نزود السي او 2 في الجسم؟ هنعمل مثلا هايبو فنتيليشن. لا مش هتعمل هايبو فنتيليشن، هتعمل حاشبه هايبو فنتيليشن. ايه هي؟ اللي انت هتتنفس في كيس ورقه كده، كيس هتنفس فيه، وبعد ما تتنفس هتعمل اعاد لما تبقى تعمل شهيق وزفير تسحب النفس ثاني، هتسحب النفس يكون مليان سي او 2 والنفس تسحب يكون مليان سي او 2. فلما انت تسحب نفس مليان سي او 2 ماشي، يبقى انت كده زودت تركيز السي او 2. يبقى حل الموضوع ده، هل الحل اللي له علاقه بالرينال؟ لا مش علاقه بالرينال، مش مذكوره في الداتا. امال الحل هنا ايه؟ الحل هنا اللي انا هرفع نسبه سي او 2. طب هرفع نسبه تركيز السي او 2 عن طريق ايه؟ قال لك هترفع نسبه تركيز السي او 2 عن طريق ان انت تخلي المريض يتنفس في كيس ورق، وكيس الورق ده بعد ما المريض يتنفس فيها تخليه يعيد يسحب النفس اللي هو اتنفسه، يطلع اللي هو طلعه يسحبه ثاني، فبالتالي هتدخل السي او 2 ثاني جوه الجسم فتزود تركيز السي او 2. فهي حاله بسيطه. تمام. تعال نقراها كده. اللي هو تعمل ايه؟ تعمل راحت فين؟ بسم الله. هتعمل ايه؟ هتعمل اللي هو يخلي المريض يعمل ريبريس. ريبريس يعني اعاده امتصاص ثاني، اعاده امتصاص للثاني اكسيد الكربون في مين؟ في بيبر باك. تمام. بالنسبه اللي بعدها، في بعض الحاجات يعني مش واضحه في الخط، يعني واحد بيشوفها مش واضحه في الخط اصلا. بالنسبه اللي بعدها، بسم الله الرحمن الرحيم.
تعال نشوفها كنا بنعملها ازاي. تعال نشوف من اول خالص كنا بنعملها ازاي. كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنجيبها ازاي؟ هو لك اسمها ميتابوليك، ميتابوليك الكالوز. الكالوز معناها ايه؟ الكالوز معناها ان البي اتش زاد، صح؟ البي اتش زاد. وميتابوليك معناها المشكله فين؟ الميتابوليك يعني المشكله في الاتش سي او 3. طيب مش الاثنين مع بعض في نفس البص؟ يبقى الاثنين يتناسبوا طرديا. مش البي اتش زاد؟ يبقى على طول الاتش سي او 3 زيها. تمام. فالمشكله الميتابوليك الميتابوليك الكالوز الميتابوليك الكالوز الاتش سي او 3 زاد. الاتش سي او 3 زاد انا هعالجه ازاي؟ طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الطبيعي هعالجه ازاي؟ هتبص على نفس كل مره. هعالجه ازاي؟ هبص كده مش دي ان مش السهم زاد، هزود زي السهم بالظبط. يعني مش هزود الاتش سي او 3، هزود السي او 2 بحيث ان النسبتين يروحوا مع بعض. ان شاء الله تكون وضحت. خلاص بقى هناك دي رابع مره اهو النسبتين يروحوا مع بعض. او ايه بقى؟ او مش دي او ايه؟ اول شيء الزياده خالص، من اول شيء الزياده من الاتش سي او 3 احاول اقلل الاتش سي او 3، يرجع تاني يرجع النسبه بينه وبين السي او 2 الى ايه؟ الطبيعيه. يعني لا اما هشيل الزياده لا اما هرفع السي او 2، يعني لا اما هشيل الزياده من البسط اللي هو الاتش سي او 3 لا اما ايه؟ لا اما هزود المقام اللي هو السي او 2. يا رب تكون واضحه. طيب الوقت احنا قلنا الحلين، صح؟ طب تعالى نكررهم كده، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو هايبو فنتيليشن او مين هايبو فنتيليشن، او نطلع من نعمل اكسكريشن اتش سي او 3 ومتصل لهيدروجين. طب هايبو فنتيليشن ليه؟ ما احنا قلناها كتير خالص النهارده، اللي انا اضطر مين؟ هضطر ارفع السي او 2. طب انا عايز ارفع السي او 2، ارفع مين؟ ارفع السي او 2. هرفع السي او 2 زي الاتش سي او 3، هرفعه عن طريق مين؟ عن طريق ان انا هبدا اراكمه في الجسم. طب انا هراكمه في الجسم عن طريق مين؟ عن طريق ان انا اعمل هايبو فنتيليشن، صح ولا غلط؟ صح. طيب او ايه؟ او عايز اشيل اتش سي او 3 من جسمي. هشيل الاتش سي او 3 من جسمي، هقول للكدني ما عدتيش تمتص اتش سي او 3 وطلع لي حبه اتش سي او 3 وهات لي مكانه حبه هيدروجين، صح ولا غلط؟ صح. فنعمل ايه؟ هعمل سيكريشن للاتش سي او 3، وامتص مين؟ وامتص مكانهم مين؟ وامتص مكانهم هيدروجين. خد بالك من الحته دياتي عشان مختلف عن كل مره. تمام، ان شاء الله تكون واضحه الفكره. رب ان شاء الله تكون الفكره واضحه. طيب ايه هي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كان معايا ملحوظة عن الفومتنج، تعال نقرأها برضو بالمرة هنا. كان معايا ملحوظة عن الفومتنج وبعدين نقرأ الداتا. ايه هي الفومتنج؟ حتة الفومتنج عشان متكررها مرتين. بسم الله يا رب تكون ايه الامور واضحة يا رب. الفومتنج، بص الفومتنج بيختلف. لو الفومتنج بيختلف، لو الترجيع ماشي، لو الترجيع الفومتنج ده لو الترجيع من انتستين ماشي او من الاستومك. بمعنى ايه؟ لو انت طلعت المحتوى زيه زي الدياريه برضه، اتنين بيتعاملوا نفس المعامله. خلي بالك الدياريه والفومتنج، لو انت رجع اول الاسهال من الاستومك يعني انت طلعت مين؟ يعني انت طلعت كل المحتويات. خلينا نشوف اللي هو الفومتنج المكتوب في الدات. الفومتنج لو انت طلعت كل المحتويات اللي في الاستومك، طلعت كل المحتويات في الاستومك، فانت تعمل ايه؟ يعني انت عملت ووش اوت الاتش سي ال ماشي. فانت تخش في مين؟ هتخش في ميتابوليك الكالوز. تخش في مين؟ لسه قايل انك تخش في ميتابوليك الكالوز. طيب لو انت رحت على الانتستين، اللي حصل في الانتستين؟ الانتستين كل محتوياته عباره عن ايه؟ كل محتوياته عباره عن اتش سي او 3. فلما انت تعمل فومتنج للانتستين يبقى انت سحبت كل الاتش سي او 3، يبقى انت سحبت الالكلاين اللي في الجسم. فانت هتخش في ايه؟ هتخش في ميتابوليك الاسيدوزيس. تمام؟ ثاني وضح الثاني عدها ثاني. لو انت عملت فومتنج من السمك عندك سحبت محتويات الاستومك اللي هي الاتش سي ال، فانت كده قللت الحمض، قللت الحمض، فانت يحصل معاك مين؟ يحصل معاك الكالوز، ومنها فومتنج. يبقى هي تبع مين؟ تبع الميتابوليك. تمام. طب الانتستين ما اسمهاش علاقه بالتنفس، فهي لو مش عارف التنفس تبقى مين؟ هتبقى ميتابوليك. خلاص. طب الانتستين محتويات عباره عن ايه؟ محتويات عباره عن اتش سي او 3، صح ولا لا؟ صح. فلما انا اسحب الاتش سي او 3 يبقى انت سحبت القاعده، يبقى نديت المجال لمين؟ للحمض. فيحصل معايا اسيدوز، يحصل معاك ميتابوليك اسيدوز. تمام. هنقرا بقى الداتا ومحورهم ان شاء الله نقرا قد ايه على السريع باذن الله عشان الفيديو ما يطولش. نقرا ان شاء الله، نحاول نقرا على السريع ماشي. اول حاجه خالص هنكون واقفين هنا، صح؟ ريسبيراتوري اسيدوز. قلنا البي اتش اول حاجه ريسبيراتوري اسيدوز، احنا فسرناها بقى ان البي اتش هيقل ماشي، البي اتش هيقل والبي سي او 2 هيزيد. تميز بيه تميز ان هو في زياده من السي او 2 والارتيريا هيزيد في مين؟ هيزيد فيها تركيز السي او 2. طب تركيز السي او 2 هيزيد عن كام؟ هيزيد لحد ما يوصل عند 45، يوصل لحد كام؟ 45. الطبيعي كام بتاعه؟ 40. يبقى هو يعدي الطبيعي يكون 40، هو تركيزه هيزيد عن 45، فيزود مين؟ هيزود الاتش سي او 3 في البلاد مع مين؟ مع البصل. يفضل ثابت. انا اصلا في الكلام ده كله متفصح نقراه بس. طب هي اسباب ريسبيراتوري اسيدوزيس؟ اسباب ريسبيراتوري اسيدوزيس عن اسباب متعلقه باللنج او بالعضلات او بالسنتر. عندك مثلا بعض الحاجات مثلا اللي هو مين؟ اللي انت مش عارف تعمل فنتليشن تو ريموف سي او 2، مش عارف تشيل السي او 2 من الجسم.
عن طريق ان عن طريق مثلا في مشكله في اللونج، في برونكا ازمه مثلا، في برونكا ازمه، او في او في انفيزيما، او في او في اللي هو ان ادكويت الفيولار فنتيليشن، مش عارف تعمل مش عارف تعمل الفيولار اللي هيوصل له ايه، مش عارف تعمل فنتيليشن ليه للسي او 2 تمام تمام، او السي او 2 يكون او السي او 2 مش عارف يوصل من الدم، السي او 2 يكون في البلد ومش عارف يخش من البلد على 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 اللونج. طب ايه سبب اللي هو مش عارف يخش من البلد على اللونج؟ بسبب ان في فايبروز مثلا وقف الموضوع، او في ايديما، او في بنيوميا. طيب بعد كده على طول في مشاكل، طبعا حفظنا يعني نحاول نركز على الحاجات المهمه. طب في بعد 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 الام بعد المشاكل الثانيه، هي بعد المشاكل الثانيه اللي هو مثلا يكون ايه، كل عضلات يكون مثلا في تروما. طب تروما عملت ايه؟ تروما دمرت اللونج تمام، تروما يعني هتعمل مشاكل في اللونج. او في باراليس، في شلل، او في بولي مايليتس ماشي، مثلا بولي مايليتس معناه ايه؟ معناه العضلات بتاعت معناها ان عضلات اللونج ضعيف، لما عضلات اللونج تبقى ضعيفه مش هنعرف نعمل التنفس، او تكون مؤثر على السنتر ذات نفسه، اللي مؤثر على السنتر عن طريق واخد من بعض الحاجات زي المورفين، او بعد سيتيف زي مين، زي البرفاتيول. طبعا احنا قلناه من هناك. طيب بالنسبه بالنسبه للتعويض، الجسم يتعوض ازاي؟ قال لك هل ينفع اعوض بالكل اول سطر، هل ينفع اعوض باللنج؟ قال لك لا، اللنج مش هتعرف تعوض بيه، لان اللنج فيها مشكله، اللنج فيها بروبلم، او بيكوز في بروبلم في اللنج، احنا قلنا هناك في بروبلم في اللنج، فمش هنعرف نعمل تعويض. طب اللي هيعوض مين؟ الكلي. الكلي هتعوض ازاي؟ مش دي اسيدوزس؟ اه، فالكلي هتطلع الهيدروجين تاخد مكانه مين؟ اتش سي او 3، لانها اسيدوز يعني هيطلع هيدروجين واخد مكانه قاعد. بعد كده اتكلمنا عن الميتابوليك الميتابوليك اسيدوز، قلنا ميتابوليك، قلنا اسيدوز يعني بي اتش زي بي اتش ال، وميتابوليك يعني المشكله فين؟ في الاتش سي او 3، ودول الاثنين مع بعض هيتناسبوا زي بعض، يبقى الاتش سي او 3 هيقل ولا يزيد؟ هيقل، عشان لو الدكتور جابتها نفهمها بس دي بيحصل في ايه ودي بيحصل في ايه على طول كذا كذا. ميتابوليك نجيبها بسط وبسط مقام مقام على طول، ان شاء الله نجيبها على طول ان شاء الله يعني عشان لو جت في امتحان. طيب بقول لي هنا، بقول لي معناها ان انت اللي انت بالظبط اللي انت كميه الكميه اللي انت كونتها اكتر من الكميه اللي انت طلعتها بس، يبقى ايه اللي خلى في تراكم في الاسيد اللي انت الكميه اللي انت انتجتها، سواء بقى اللي هو اللاكتيك اسيد او اللاكتيك اسيد او الكيتو اسيد، اكتر من الكميه اللي انت عملت لها اكسكريشن. طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. ايه الاسباب؟ قلنا طبعا الاسباب اللي انت استخدمت فيها مين؟ الاسباب اللي انت استخدمت فيها الاتش سي او 3 كتير، استخدمته بسبب ان انا عوضت بيه حاجات ثانيه ماشي، شغلته بحاجات تانية. ايه الحاجات التانية اللي شغلته بيها؟ عنده مثلا لاكتيك اسيد زاد، فراح يتعادل مع لاكتيك اسيد نسبته قلت شويه، راح يتعادل مع الكيتو اسيد نسبته قلت شويه تمام تمام. فبدات لما اجي اشوف نسبته في الجسم، هل نسبته قلت في الجسم؟ سبب نسبته قلت اللي خلى نسبته قلت في الجسم اللي هو بالظبط كده، عمل يعني كل شويه يروح في مكان شكل تاني، فاهم؟ يتفاعل في مكان تاني زي اللاكتيك او مع الكيتو او مع اللاكتيك تمام تمام. قلنا اللاكتيك في حاله مين؟ حاله الانيروبيك ميتابوليزم. طب الكيتو في حاله مين؟ الكيتو اسيد، الكيتو اسيد في حاله مين؟ في حاله برضو اللي هو الفات، لو احنا لجأنا للفات او الامينو اسيد اللي هو نستخدم ايه؟ نستخدم الفات والامينو اسيد كمركبات للطاقه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وممكن طبعا تاخد بعض السموم، احنا كنا كتبنا بعض التوكسين، بعض التوكسين زي مين؟ زي الاسبرين والميثانول والليثانيل جليسرول. طيب جلايكول تمام تمام. بالنسبه طبعا هيبقى عندك في حاله الدياريه، في حاله الدياريه انت في حاله الدياريه ايش هتفقد مين؟ هتفقد الاتش سي او 3. هتفقده منين؟ احنا طبعا ايه شرحنا الدياريه والفومدل. هتفقد الاتش سي او 3 منين؟ من الانتستين. فلما تفقده من الانتستين اللي يحصل؟ يبقى انت كده فقدت الاتش سي او 3، فانت بالتالي هترجع لمين؟ الجسم هيبدا يرفع نسبه الهيدروجين وتتقل قوي قللت نسبه الاتش سي او 3. يبقى ده اللي حصل في حاله الدياريه من الانتستين. احنا سالنا والله لما حاجه من الانتستين انت فقدت الاتش سي او 3، فقدت الاتش سي او 3 فعلى طول ايه اللي هيحصل معاك؟ فقدت الاتش سي او 3 هترفع مكانها الحمض، هياخد المكان ياخد الابر هاند فيزيد، والتي سي او 3 هي اللي هتقل. طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طب الجسم هيعوض ازاي؟ نفس الفكره اللي احنا قلناها هناك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. هنعوز مين؟ هنعوز نتخلص من مين؟ هنعوز نتخلص من الاسيديتي اللي احنا عملناها. هنتعوض نتخلص منها عن طريق مين؟ عن طريق ان الكدني هتبدا تطلع مين؟ الكدني هتبدا تطلع الهيدروجين وتصل مكانه مين؟ وتصل مكانه بيكربونات او ايه كمان؟ او بسم الله الرحمن الرحيم، او هنعمل مين؟ او هنعمل هايبر فنتليشن. هنعمل هايبر فنتليشن ليه؟ عشان نتخلص من السي او 2. انا بقى عندي مين؟ بقى عندي احماض كتير في الجسم، فانا هتخلص منها عن طريق مين؟ هعمل هايبر فنتليشن تمام تمام. او ايه كمان؟ عمل هايبر فنتليشن او الرينال، هتعمل سكريشن للهيدروجين وتعمل سكريشن للهيدروجين وتمتص مكان الاتش سي او 3. تحاول مين؟ تحاول تعوض الهيدروجين الاتش سي او 3 اللي هي فقدتها تمام تمام. بقول لك طبعا اللي هو الميكانيزم بتاع الرينال بيطول شويه وبياخد وقت مثلا يقرب من 24 ل 48 ساعه. طيب بعد كده بتكلم عن حته الاسيدوزس اللي هي حته الاسيدوزس اللي احنا شرحناها اللي بتاعت الامونيا. بقول لك ان كتر ما يعني كتر ما الكدني تعمل سكريت للهيدروجين جوه اليومن، اللي بيحصل تبدا الميه، بتبدا اليومن البي اتش بتاعته بتبدا تزيد تمام تمام. فالبي اتش بتاعته بتبدا تزيد، تبدا تعمل لي مشاكل. زي ايه المشاكل ديت؟ ان البي اتش لو زادت هتعمل لي مين؟
ستوب اتش سي سي اتش سي سيكريشن احنا قلناها ديت. ثاني حاجه هتزود الاسيدتي، فلما تزود الاسيدتي هتبهدل التيوب كلها بتاعه الجلد. فالجسم عشان يحل الموضوع ده هيحله ازاي؟ هيحله عن طريق ان هو يروح يفعل الحاجات دي مع مين؟ مع بافر خارجي. هو البافر الخارجي هو مين؟ الامونيا او مين؟ او الفوسفات. ماشي، هيستخدم كيوراني بافر. طيب لما نستخدمهم كبفر ايه اللي بيحصل؟ لما نستخدمهم كبفر المشكله تتحل. فلما المشكله تتحل اللي يحصل؟ ترجع الاتش سي او 3 تخش جوه الخليه والبيتش يتعادل والبيتش يظبط تاني. تمام، يعني لما نستخدم الامونيا احنا بقى الاول، لما نستخدم الامونيا الامونيا او الفوسفات تبدا الهيدروجين على طول، الهيدروجين يطلع عادي خالص. لما الهيدروجين يطلع نرجع تاني لتكوين مين؟ الاتش سي او 3. فالاتش سي او 3 يخش جوه الجسم يرجع عادي خالص، يرجع يعمل بفر عادي خالص للبي اتش. طيب بالنسبه للي بعدها اللي هو ريسبيراتوري الكالوز، الريسبيراتوري الكالوز نفس الفكره برضه. قلنا ريسبيراتوري وقلنا ريسبيراتوري هتبص على الكالوز، هتزود الكالوز معناها ان معناها بيتش زاد. طب ريسبيراتوري يعني مشكله في مين؟ مشكله في CO2. مشكله في CO2 بروتين عكس بعض في المبسط، ودي دي علاقه عكسيه هنا، علاقه عكسيه فوق علاقه طرديه. يبقى اللي هيحصل هنا هيحصل عكس هنا، يبقى CO2 هتبدا تقل بالعائل اصلا، يعني حتى من غير الكلام ده كله. هي اسمها ريسبيراتوري الكالوز، الكالوزس يعني معناها ايه؟ يعني زودت الحمض ولا قللت الحمض؟ قللت الحمض صح، فقللت السي او 2 معناها قللت الحمض، وريسبيراتوري يعني سي او 2 يبقى انا قللت السي او 2. عايز اجيبها كده اجيبها كده، عايز اجيبها باي طريقه اجيبها كده. تمام تمام. طيب الاسباب، اسباب ان انا قللت السي او 2، طبعا قللت السي او 2 عن طريق مين؟ عن طريق ان انا عملت هايبر فنتيليشن، عملت هايبر فنتيليشن كتير فشلت السي او 2 كله من الجسم. طيب الهايبر فنتيليشن ده بيحصل في حالتي، بيحصل في حاله ان يكون مثلا يكون هيستيري، يعني حاله غصب عن مثلا حاله واحد مثلا يعني قلقان ومتوتر، فبالتالي عمال يتنفس بسرعه، عمال يتنفس بسرعه. فكل ما يتنفس بسرعه هتعمل هايبر فنتيليشن اكتر. طيب بالنسبه اللي بعدها، بالنسبه اللي بعدها حل المحل الموضوع ازاي؟ نحله ازاي؟ عن طريق نخلي حله بسيطه، نخلي المريض يعمل ايه؟ يتنفس في ورق في بيبر باج. لما تخليه يتنفس في بيبر باج هيرجع تاني يسحب النفس اللي هو تنفسه، اصل النفس اللي طلعه ده عباره عن CO2 صح؟ فلما نقفل اللي هيحصل ان انا هجيب البيبر باج دي هركز فيها CO2، ما هو اتنفس فيه فهركز فيها CO2 واقول له اسحبه تاني. فلما اسحبه تاني هيظبط له تاني، هيظبط له مين؟ هيظبط له الكالوزيس تاني. طيب اللي بعدها اسمها ميتابوليك اسيدوز. قلنا ميتابوليك الكالوز، الكالوز معناها ايه؟ معناها ان البي اتش زاد. طب ميتابوليك معناها ايه؟ المشكله في الاتش سي او 3. طيب الاثنين مع بعض في البص ايه اللي هيحصل؟ يبقى دي هتزيد ودي هتزيد. طيب ركز تاني، هي اسمها ميتابوليك اسيد، ميتابوليك اتش سي او 3 الكالوزيس، يعني الكالوزيس يعني زياده في الاتش سي او 3. ميتابوليك يعني اتش سي او 3، الكالوزيس يعني زياده في الاتش سي او 3 صح؟ يعني ما هي معناها زياده الاتش سي او 3. طيب اسبابها ايه؟ اسبابها طبعا اللي انت مين؟ اللي انت اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اول اسبابها اللي انت عملت فومتنج بتكسر الكونتنت، وشرحنا ليه، شرحنا ايه اللي بيحصل لما انت بتعمل فومتنج بتكسر الكونتنت. ثاني حاجه اللي انت خدت بايكربونات، يعني يبقى اللي حصل ان بيحصل نزلت في الاتش سي او 3. طب ايه اللي زود لي الاتش سي او 3؟ قال لك اللي انت زودته، اللي انت عملت مين؟ اللي انت عملت فومتنج بتكسرك كونتنت. تمام شرحناه. تمام تمام. تاني حاجة اللي انت تعمل، تاني حاجة اللي انت كمان خدت بايكربونات عن طريق مين؟ عن طريق الانتاسيد. فانت جاي عملت نفسك عملت ايه؟ خلاص زودت مين؟ زودت تركيز الاتش سي او 3. فعلى طول الجسم يتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ ماشي. وبقول لك بقى ان دي في حته مميزه عن كله. ايه الحته المميزه عن كله؟ قال لك في حته هنا مميزه عن كله، هي الحته المميزه عن الباقي كله هنا ايه؟ ان هنا السي او 2 كمان، ان السي او 2 بيقل. ماشي، السي او 2 هنا تركيز السي او 2 والاتش هيدروجين بيقل. يبقى انت عندك الاتش سي او 3 بيزيد والسي او 2 بيقل. طب السي او 2 قل ليه؟ بص على الاسباب وبدا تفهم. انت من ضمن الاسباب اللي انت عملتها طلعت المين؟ طلعت الجسر الكونتنت. الجسر الكونتنت دي كان فيها مين؟ اتش سي ال صح ولا غلط؟ صح، طلعت الجسر الكونتنت كان فيه مين؟ اتش سي ال. فانت اعتبر طلعت الاتش سي ال. فلما انت تطلع، انت طلعت الاتش سي ال، فلما انت تطلع الاتش سي ال اللي حصل؟ يبقى انت قللت الهيدروجين صح؟ فانت معناها كانت قللت الهيدروجين، معناها هيدروجين اللي هو زيه زي السي او 2 من الاحماض، فانت كده قللت السي او 2. وطبعا كده تاخد طبعا انتاسيد، فانت زودت ليه؟ الاتش سي او 3. دي حته مميزه ناخد بالنا منها، توضحها في الاسباب على طول. طب الجسم هيتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه البي اتش، اول حاجه فكره الرئه هتتعامل مع الموضوع والرينا هتتعامل مع الموضوع. طيب ايه اللي حصل عندك؟ انت مش حصل عندك زياده في الاتش سي او 3 زي ما احنا قلنا كل مره. ايه اللي بيحصل؟ تلقائي الجسم، تلقائي الرئه هتقرر مين؟ تزود السي او 2. فلما نزود السي او 2 هنزود السي او 2 عن طريق نعمل مين؟ عن طريق ان احنا نعمل هايبو فنتيليشن، عن طريق ان احنا نعمل هايبو فنتيليشن. تعال نقرا كده مكتوب ذيس افري ريبيت انكريز بي اتش اند دروب اوف بي سي او 2. ماشي، فبالتالي انت اللي يحصل، اللي يحصل انت تعمل ايه؟ خلاص الموضوع هتعمل مين؟ تعمل ديبريس افنتيليشن، هتقلل الفنتيليشن. تمام، هتقلل الفنتيليشن، فبالتالي هتزود مين؟ هتزود السي او 2. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه خالص، الرينا هتعمل ايه؟ الرينا هتعمل ايه؟ الرينا الكليه هتعمل ايه؟ الكليه هتبدا تعمل لاخراج للاتش سي او 3 وتعوض مكانه بايه؟ بالهيدروجين. وطبعا دوت موجودين نكرههم ان شاء الله. رب تكون الموضوع واضح ان شاء الله، نكون وضحناه على قد ما نقدر.
لو في غلط فمني من الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.